شنو خاصنا في هاد الحلوة ديال الكوك؟ هاد الحلوة ديال الكوك لالا كناخدو ثلاثة ديال البيضات، نعم، واحد حامضة، نعم، واحد خنيشة ديال الفانيل، السكر ديال الفانيل، نعم، بيتون 50 غرام ديال السكر غراسي، نعم. بس انت فات تليفونات دابا عاد عجوهم تليفونات دابا عاد يسمعوك يقولك سمعناك في الإذاعة. عندنا واحد كاس ديال الزيت ديال نوار الشمس، كاس الزيت، نعم، 250 غرام ديال الكوك، نعم، جوج معلقة صغيرين ديال الخميرة ديال الحلوة، سعر ديال 100 غرام ديال السميدة رقيقة، 100 غرام سميدة رقيقة، اي نعم. هادشي اللي عندنا في المقادير، هذا هو المقادير. نعاودهم لالا نعيمة، ثلاثة ديال البيضات، حامضة، فاني، كاس ديال زيت المائدة، 250 غرام ديال الكوك، جوج معالق صغار ديال الخميرة ديال الحلوة، 250 غرام ديال السكر كلاصي، و100 غرام ديال السميدة رقيقة. السكر كلاصي 250، ولكن كتدار فيها غير 125، و125 كتدار دار فيها من بعد. نعم، 125 هي اللي كنستعملوها ملي كنكونوا كنعجنوا الحلوة، و125 غرام باش نزوقوها. يا كدردر فيها، ندردروا عليها، نعم. ها ناخذوا الطريقه لالا نعيمه، نديروا ثلاثه البيضات هما الاولين، نعم، نشدوا ديك الحامضه نحكوها، نعم، نحكوها بديك الرصبه، نزيدوا عليها شويه ديال هذاك السكر كلاصي 125، نعم، اها، وداك الزيت نخدموه مزيان، اها، عاد نلوحوا على داك الكوك، نعم، عاد نلوحوا على ديك السميده باش نجمعوا ديك 100 غرام السميده كنجمعوا بها، نعم. ما كنديروش الماء؟ لا ما كاينش الماء، نعم. بعد كنشدوها كنبداو كنكوروها شي غير كنهزوها بوحيده بوحيده وكندرد رميوها في داك السكر كلاصي وكنحطوها ما كتكوريهاش. دابا هذا هو المشكل، دابا الناس كيكوروها ما كتجيش خفيفه، خصها تكون ما مكوراش غير مهزوزه ومدردره ومحطوطه. دابا غادي نشدو دابا من منين خلطنا كاع هاد المقادير ديالنا لالا نعيمه، واش كنقطعوها كويرات صغار؟ ما تقطعيها، دابا هي ماشي قاسحه بزاف، هي مرخوفه، اها، وغير كتهزي وكتدردري فيها السكر وكتحطي، اها، ما تكوريهاش غير صوبي ليها الفورمه ديالها، اها، وحطيها، اها، كتجي خفيفه ومقرمله. نعم، هاي دابا الحلوه دردرنا عليها السكر كلاصي اللي بقى لينا. اييه. اها. ايوا صافي، حطيها في الطاوة تاع الفران. اها. وعمري الطاوة، دخليها الفران، هذيك الساعة بعد تشوفيها طابت بدات كطب من الفوق، طفي عليها، خلي لها غير تحت مهيل، هي كتبغي شوية العافية تكون مهيلة. في الأول تكون الفران يكون سخون مزيان، ولكن في الأخر كتبغي الفران يكون مهيل باش تطبع على خاطرها. نعم، ولكن نخليوها يعني شكل واحد ولا غادي ندير يعني ما نقسموهاش ندير واحد ليوات كثار؟ كويرات كويرات نديروها كويرات صغار، حنا ما كويرات غير ما نعجنوهمش وما نكوروهمش، ما كتجيش واحد المذاق هو هذاك. نعم، باش تجي هذيك هشيشه، هشيشه وخفيفه. نعم، انت دابا فين وصلتي في التحضير في الدار؟ يلا دابا اللقطه الاولى غندخلها للفران، الفران شاعل، نعم، الاولى غندخلها للفران. صافي لالا نعيمه، انت ملي توجد الحلوه صيفطيها لينا للمغرب. انا قولي لهم واحد زنقه البريهي توصل لينا. انا الراس والعين على اللو بالصحه وبالراحه. لا لا يخطيك لالا نعيمه. هاد 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 الرسات هادي تاع واحد الاخت توفات الله يرحمها، هي اللي كانت كديرها وما كان كيشبع منها حد. نعم. وتا انا ودابا وليت ناخذ في الاول بديت كنتعلم لها، تدرتها انا اللي عطيتها لي ما كيشبعش، كنصيفطها حتى للمغرب. واحد السيده كتجي عندنا مسكينه من المغرب، كنعطيها ربيعه باش تهبطها حتى للمغرب، كتقول لك راه ما كيشبع منها حد. دابا بقات نوبتنا لالا نعيمه. هذاك الشيء اللي دابا حنا يلاه نبداو نوجدوها، يلاه باقي بزاف د الوقت باش نوليو نديروها بحالك.
إما كلشي كيتعلم بطبيعة الحال. أنا تعلمت أي حاجة تعلمت ليها بطبيعة الحال. لالة نعيمة داكشي اللي كاين. ها هي الحلوة نجربوها، ودائما حتى حلوات الكوكيد حتى الوليدات الصغار كتعجبهم وكتكون عندها واحد الدة خاصة، ودائما سبحان الله الحلوة الكوك كترجعك دائما للصغر للطفولة مع عند الله. ذاك المذاق انا خديت ما خرجتش نخدم على قبلها اليوم باش نصوبها، خصو غدا يكون العيد. نعم وما يبقاش عندي الوقت باش نصوبهاش بطبيعة. نعم نعم ما خرجتش نخدم على قبل هذا الشيء. نعم لالة نعيمة هاد الحلوة هي من تخصصك حلوة الكوك، كاينه شي حلوة اخرى وحده اخرى ايضا هي كديريها وكتقنيها وكيعجبك تقدميها للعائلة؟ موجودة ولكن دابا راه كلشي هرب، دابا انا مكونسونطري غير مع هادي صافي. باش يلاه توجدي حطها قدامك حطها قدامك دابا حطها موجده صافي. راه درت ثلاثه الاولى غندخل عاود الثانيه صافي انا ساليت. داكور لالة نعيمة شكرا لك وجيت سعداء على اننا نتواصلوا معاك. انا فرحانه عرفتي شحال مخطر كنعيط غير باش نتصل بكم ونقول لكم انا بغيت نهضر معاكم، غير باش نقول لكم تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم، ولكن لاخاطش كان كيكون التليفون كيبي وكنكون خارجه نخدم ولا شي حاجه. نعم. مع الظروف ما كتساعدنيش، واليوم الحمد لله الحمد لله اليوم تواصلنا لالة نعيمة الحمد لله. وكيكون دائما هذا المشكل عندنا مع كثير من المستمعين، لان كاين ضغوطات لان الهاتف في استوديو 4 ما كيحبش، كاينين اصدقاء وصديقات الاذاعه الوطنيه خصوصا يعني البرنامج اللقاء المفتوح اللي كيتواصلوا معنا دائما، وكاين هناك يعني خط واحد، هذا هو الاشكال اللي كيكون عندنا لالة نعيمة. ولكن الحقيقه نعم اذا بغيتي تشدي الاذاعه الوطنيه ما تخرجي تخدمي ما ديري والو مع الصغير في التليفون تبقاي تعيطي تعيطي تتشدي صافي ما ديري ونسي كلشي لالة نعيمة تبارك الله عليك وتحية لك وتحية لكل جالية ديالنا في هولندا وكل يعني في كل بقاع العالم في مكانه. الله يعاونكم ومبروك عواشركم علينا وعليك لالة نعيمة. مستمعين واللي خدام في الراديو كلشي كنسلموا عليهم كنقولوا لهم مبروك العيد والله يدخلوا وخرجوا بالسلامة وبالهناء وبالسعادة، هادشي اللي بغينا شي حاجة أخرى ما بغيناهاش. لالة اختك لالة نعيمة شكرا لك وصباحك مبروك.